على مستوى الفرقه اللي قدامها اقنعتني النهارده كامر. كامر في اي لحظه تحس ان انت ممكن تكسب تجيب جون، وصلت لجون، ضاعت جون كتيره جدا، عندها الحته الهجوميه عاليه جدا. لكن تحس ان هم بيلعبوا على قد الخصم كانت مدحت يعني الشغل العربي اللي هو بيلعب على قد القماشه اللي موجوده قدامه. لكن لا، فرقه مقنعه ممكن تحس بيها في الادوار اللي بعديها، الادوار اللي جايه تلاقي كاميرون دول يعني فارقين جامد قوي. يعني رقم 9 اللي كان بيلعب في ميلا وبيلعب في ايتو، هل موجود النهارده في الكاميرون؟ يعني ما تبص على الاسماء اللي قدامك، اكامبي مثلا بتاع فيا ريال، ده كلهم بسم الله ما شاء الله محترفين في الخير، في النمسا واوكرانيا واسكتلندا وانجلترا واسبانيا. يعني فرقه تقيله. لكن شعرت زي ما انا بقول لك ان في رقم 9 ده موجود في تقل؟ لا 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 لسه، بس ده اللي انا بتكلم عليه. لا 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 لسه لسه خلي بالك يا كابتن مدحت، في البدايه دايما بتلاقي ايه الموضوع لسه في جس نبض، في حياه جديده داخلها. الفرقه الوحيده اللي انا اتفق فيها فعلا حسيت ان هم عندهم اراده الفوز وعندهم قلب حامي قوي، بعيد عن الفنيات بقى بس فنيات عاليه برضه، هما الجزائر. الجزائر منتخب عربي تقصد؟ على مستوى المنتخبات كلها، كلها تحسها يا كابتن مدحت اللي هم عندهم اراده الفوز، في هدف بيلعبوا عليه، عندهم لعيبه على مستوى عالي جدا. بدا حته اللي هو كان الجزائر معروفه يا كابتن بالغل في الكوره، ودي مش عيب، كل لعيبته قدامهم كتير كتير. لا الجيل ده عندهم اكتر من لاعب يا كابتن على مستوى مهاري جدا. يعني رياض ده بسم الله ما شاء الله يلعب فرقه كامله، محرز ده نجم يعني يعني لعيب عالي قوي وهادي ونجاح كمان. يعني فعلا يعني فرقه تديها علامه ان دي ممكن تلاقيها. السنغال زي ما بيقول لغه الكوره ايه، يلا نجيب جون يلا نجيب جون. يعني السنغال برضو بس لسه برضو لا 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 دي ما بتهزرش، من غير ساديو ماني كمان. ماتش لا دي فرقه عاليه جدا. لكن لما هنيجي نتكلم بقى على دور 16 هتبتدي بقى يتصفصف الدنيا كلها. يعني في طبعا في فرقه بنتعاطف معاها زي موريتانيا زي تنزانيا، بيبقى في تعاطف لكن على المستوى الفني لا ما يكملوش مع ما توصلش. طيب